Sor iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Ben de sor iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yersiz, yurtsuz, cefer beyim, hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yersiz, yurtsuz, cefer benim hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Güneş benim, çarpen cüşe sırlar benim. Zerre benim, güneş benim, çarpen cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. بتحبي تاكلي من هاي؟ تمام، معناتها لحظة راح أحط لك شوي منها بصحنك. دير بالك النار. لا 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 تخاف. راح ضل حطلة توقفيني. بكفي، شكرا لك، يسلم. خلي هاد قريب عليكي، وبما انك اخترتي هاد رح اكل منه انا كمان لنشوف. بدك حط لك من هالصوص؟ معلقه بس. يسلم، صحه وعافيه. على قلبك. لك شغلة، إذا أكلنا بإيدينا بيكون الإحساس بالطعم أطيب من الأكل بالشوكة والسكين، وعلمياً هالشغلة متعلقة بالأعصاب بأطراف الأصابع. هالمعلومة من مجلة طبية. تفضل. الله يوفق صاحب هالمعلومة، دنيا وآخرة. عن جد وأريح. مستعد أني أكل السم من إيدك. برأيي دير بالك على حالك. ليش؟ معقولة تسممين؟ آسفة، ما رح جاوبك. ماشي، باكل السم لحالي. برمي لجيب شيش بيش، بيقوم بيجي يدوياك. لك شو هاد؟ ليش بيضل بيجيك دوشيش؟ العام مثل خلق بقى، خلص هتدق لك. شو بدي أعمل لك إذا كان حظي حلو؟ تضرب أنت وحلاوة حظك، كأنك قاري على هالزهر. سمعتي أزاد؟ أخوك عم يخبص بالحكي معي. خلصنا، تشربوا قهوة معي؟ تخيل روحك، كأنك بقلبي والله. العاب بعد القهوة بفرجيك. يلا. شو هالرصاص؟ شو صاير برا؟ حدا هجم علينا. انزلي أزادة، طفي الضوء، لا ترفعوا روسكم، خليكم بالعتم. أزادة ديري بالك. أخي على مهلك. أزادة شقي لها هزمات. رد عليها. لا ما في داعي، ما في شي مهم، ايدي كلهم زفر، بدي إلا بس غسلها. انت متأكد؟ ايه 100%، لو كان في شي مهم هنن كانوا قالوا.
جاب جامبرك، لا تخليهم يوصلوا على الباب. جاي من ورا البيت كمان، رح انهيهم. ازمات ما عم يرد. طيب جربي دعي لبابا. يلا عم دقله. ما ضل معي رصاص. شو صار معك؟ ما بدي منك تظلم ليلى يا جزائر. هاي المرة ضلت عم تبكي على موتك 17 سنة كاملين وعمره ما طلع صوتها، ومن بعد رب العالمين أنا بشهد على هالشي. ليلى عاشت كلها سنين بالصبر والقهر، وإذا بدنا نحكي عن فيروزة فوضعها صعب ومعقد، ويمكن أصعب لأنها حبت زلمة طلع مو موجود، خططت لمستقبل وطلع وهم. وبرأيك مين الزلمة اللي لازم تحاسبه فيروزة؟ تيمور القريب ولا جزائر الغريب؟ ولا لازم تحاسب أدرى الظالم؟ قصدك بالنهاية ظلمتهم اثنيناتهم؟ لا أبدا جزائر، حاشا أن أقول هالحكي. الحق بيحدده الرب. أنا ما عم أحكي عن العبد وبس، قصدي لا تحملهم تمن القهر وتمن الصبر يلي مضطر تعيشه أنت. معناته صار بدي مسبحة ب99 حبة. هالقهر هاد والصبر كله ما بتكفي 33 حبة. يا صاحبي هيا زادة، ليش عم تدق لي على التليفون؟ ان شاء الله يكون خير. السلام عليكم يا جزائر تورك. ثابت، شو عم تعمل عندك ولك؟ وين أزادة؟ 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 لحظة بس تورجيك إياها صوت وصورة يا ريس. شوف شوف منظرت مثل رف العصافير. الشباب استضافونا مشكورين. ندل خطف الأولاد؟ اسمعني منيح، إذا لمست شعرة واحدة من رأس هالولاد شعرة رح أعلق رأسك على عصا فوق أكبر برج. حاجتك تهدد على الفاضي يا جزائر. أنا جيت بس لحتى أخذ مصرياتي منك. أما موضوع حياة هدول الشباب الصغار ففيني إنهيها بسواني بكلمة صغيرة بتطلع من تمي. لهيك إذا بدك إياهم يضلوا عايشين تجي لعندي ومن دون مرافقة بلا أي سلاح، ولا تتأخر، بأخذك أنت وببعتهم على بيوتهم. أما إذا معنك جاي وقت بوعدك ترون ثلاثتهم طريقة ما بتخطر على بالك، طريقة تخلي حتى قلب الشيطان يتوجع. تكا 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 تكا
بوعدك إني رح خليك تدفع تمن يلي عملته غالي كتير. لا بابا ولا جيزاير رح يتركوك تنفذ بالعملية تبعك. إذا كان في شوية عقل براسك تهرب من هون وبسرعة وبتطلع من البلد حتى، لأنه بالآخر هدول الزعران ما رح يحموك حتى لو كانوا مسلحين. شكلك من النوع اللي بيحب الحكي كتير، ها؟ لعي 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 لعي، على أقل خذي نفس، لا تتوتري، خليكي رائعة. وما في داعي تنفعلي كتير، لأنه هلأ أخوكي اللي بتحبيه وبتثقي فيه كتير رح يجي باقتصر على هون هو وأبوكي. رح خليكي تشوفي بعيونك شو بده يصير وتحكمي وقتها، إيه؟ ورح نشوف كلنا مين الأضعف فينا أو مين اللي عنده القوة. صحيح نسيت نبهك على قصة مهمة، هدول اللي قلتي عنهم زعران من شوي منتشرين بكل هالمكان، وبيجوز اللي شادة ظهرك فيهن بعد ما يشوفوا هالزعران، ما بعرف، احتمال يوصلوا لعند الباب وبس ويغيروا رأيهم بالموضوع ويرجعوا على مكانهم، هذا احتمال وارد. شو رأيك تقول نفس هذا الكلام بوشهم وقت يلي بيوصلوا، مع اني ما بتصور انك بتسترجي تطلع فيهم حتى. اصحك بعد عنا. اهدى جنبل، عم تتقوى على بنت؟ فكلي ايدي وورجيني مراجلك وقتها. خلص اسكت، انتبه يا بطل، اهدى بقى. مثل ما بتعرف زناد المسدس حساس، لهيك بنصحك تقصر لسانك، لانه اذا ضغطت عليه ممكن نخسرك فجأة لا سمح الله. لا تعصب، خليك عاقل واهدى احسن لك، وانت كمان مثله لا تسمعيني صوتك والا بوصك. اذا كنت عن جد مخايف من جيزاير تورك وبابا لا تهدد، ورجيني شجاعتك وقوسني عن جد. يلا شو بك؟ شو ناطر لهلا؟ يلا قوس. بيقولوا لحتى الشخص يتعلم الشجاعة لازم يتعلم معنى الخوف بالأول ويدوق طعم المر. لهيك أنا هالمرة بدي خلي أبوكي يختبر الخوف حتى يتعلم شو هي الشجاعة. شو رأيك؟ نشوف أنت شو مخباية ورا قناع الشجاعة تبعك. خلينا نشوف إذا كانت هالجرأة والقوة اللي عندك هي حقيقية ولا لا. اصحك يلا رجعي مثل ما كنتي، يلا لا تخافي وكملي كلامك. وين راحت قوة قلبك وشجاعتك لحتى سكتي؟ هيك صارت الأمور أوضح، مزبوط ولا لا؟ بتمنى تكوني عرفتي هلأ شلون رح يكون موقف أبوكي، لأنه اللي بده يهدد يا حلوة بده يكون قلبه حجر ومو خايف من حدا أبدا، وإلا التهديد بيكون مجرد كلام ما له أي لزوم. تركني، بترجاك تبعد عني جزائر، هدول أولادي مو حدا تاني، وإذا صار شيء على أي واحد فيهم هلأ لا سمح الله أنا رح أضل أتعذب طول حياتي ورح أموت بحسرتي، لهيك تركني روح جزائر. واقف شوي اسمعني، إذا بتروح لهنيك رح تكون مثل اللي رايح على الموت برجليه. استنى خلينا ندور على حل وبهدوء وبعدها منقرر سوا شو بدنا نتصرف. جزائر أولادي بين إيدين هالمجرم وبدك يعني يكون هادي؟ وهن مثل أولادي كمان. ارفع راسك يلا اسمعني، اهدى وخلينا نفكر بحل، وإذا تجرأ وأذى واحد منهم بوعدك وعد إنه خليه يطلب الموت لحتى يرتاح من العذاب. جزائر ما رح أقدر أخذ نفس أو ذوق طعم الراحة طول ما في خطر على أولادي، لهيك خليني روح لعند هذا الحقير وورجي قيمته الحقيقية وإنه ما بنسك من الإيد اللي بتجعني. هيك بتكون عم تنفذ اللي بده إياه تماما، اهدى شوي وخلينا نفكر صح. عمل لك اهدى تمام، خليه يقتلني أحسن ما يأذي واحد من أولادي. هو ما بده يأذي أولادك، عم يهدد بس، هو غايته يمسكني أنا. جان بيرك أنت منيح يا أخي؟ إيه منيح. ها؟
أوه، طمني عنك يا شاطر، إن شاء الله ارتحت بالنوم عنا. بالعادة الكابوس بيخلص بمجرد ما يفيق الواحد، بس أنت صار العكس معك اليوم، بدك ما تواخذنا أمانة، يمكن تقلناها عليك. إن شاء الله تكون فهمت إن القوة والضعف صفات بتتعلق باللحظة. يعني أحياناً الواحد بيتقاوى بعيلته وإخواته، بس بينسى شغلة كتير مهمة، إنه بس واحد من هالعيلة وقع بمصيبة بتتحول هاي القوة لضعف كبير. في شي حركة برا؟ لا بابا. وينه شامل؟ شو بيعرفني؟ ما بعرف وينه. شلون يعني ما بتعرفه؟ أنا سمعتها بإذني ماما، كانت عم تحاول تضغط على البابا حتى يطلقك، بس أنا قلت لها إنكم مستحيل تتطلقوا. مزبوط ولا شو ماما؟ أكيد ما رح تتطلقي أنت وبابا. سونا، ما فيكي تعتبري إنه أنا وأبوكي متزوجين، لأنه أنا وياه عملياً منفصلين أساساً. هلأ هو زوج فيروزة، بس هالحكي مو منطقي، لأنه أنتم متزوجين من زمان كتير وكنتوا مبسوطين مع بعضكم. هالحكي صار من الماضي سونا. شلون؟ ما أنتي لساتك بتحبي سونا. إذا قبلتي بالطلاق بتكوني عم تظلميني وتظلمي حالك. صار الوقت هلأ لحتى نرجع نعيش مع بعضنا. بابا من الأشخاص يلي صعب إنهم يتكرروا وما بيتلاقى مثله، ولهالسبب ما قدرتي تحبي حدا من بعده، مع إنك ضلتي وحيدة طول هالسنين يلي مرقوا. وإذا بتسمعي كلام قلبك بتضلي معه. شامل صار دقيق لك أكتر من مرة، شوفي شو بده وبعدين نرجع نحكي. تمام؟ أعطيني بوسة. أنا تحت البيت. أنت عم تمزح مو هيك؟ معقول عملتها وإجيت لعندي؟ إيه نعم. إيه بس أنت بتعرف إنه ما فيني أطلع بهالوقت، شو بدنا نعمل هلأ؟ القصة إني مليت وطلعت أعمل فتلة بس. عم لقيت حالي هون. آه جد؟ يعني مو قاصدها؟ طلي من الشباك. لحظة. طلعي على السما، شو رأيك بهالمنظر؟ حلو كتير، بس على فكرة انتي أحلى. كأنه في استنفار عندكم لأنه طلعت أكتر من سيارة ورا بعضه. خير إن شاء الله. شوفي بهالوقت ما لحق تشوف مين جوا السيارات، بس شكله صاير شي. الله يجيرنا. كأنك بردتي. لا مو كتير. شلون مو كتير؟ لا ما في داعي تشلح جاكيتك مشاني. أنا مو بردانة كتير. ولا يهمك، أنا مو بردانة أساس. بس هيك بيصير برد عليك وممكن تمرض. خلص شو بدك فيني؟ خجلتني. كلك ذوق. ممكن سؤال؟ نظاراتك وين؟ حاطة عدسات، يعني عم حاول اتعود عليهم. عيونك أحلى هيك، هنن حلوين بكل الأحوال. عن جد ريحتهم بتشهي. فيك تستعجل شوي معلم؟ اترك الزلمة يشتغل على راحته وخلي عندك صبر. شو عم تساوي؟
حرقت ايدك ما؟ معقول ما عاد فيك تستنى دقيقتين بس؟ ورجيني؟ هذا الحرق بسيط يا بنتي، المهم ما ننحرق بنار جهنم بالآخرة، أما هدول الحروق عادية. اسمع، أنا برأيي تخليك بشغلك وتسمعني سكوتك مشان ما زعلك، مفهوم؟ ها؟ عم توجعك؟ لك لا عادي، أنا متعود على هيك شغلات. متعود على الخطر. كل مرة بشوف الجمر فيها بيخطر عبالي جعفر فورا، لأنه وقت كان صغير فكر الجمر شي طيب وبيتاكل، لهيك مسك الجمرة مثل الأهبل واحترقت إيده وصار يصرخ. لو بتشوفي المسكين قديش بكي وقتها من الوجع، ولو حطها بتمه كان حرق لسانه وصار أخرس. عن جد مو معقول. هيك أخي جعفر، شقي من يوم يومه. يسلم. أي مليكة، أنت أحلى حلم شفته من أول حياتي لحد هلا. ما فهمت. بقصد أنك حلوة كتير ومبسوط كتير لأنه طلعنا هالمشوار. صار لي زمان ما حسيت بهالإحساس. اسمع قربان، بدك تطول بالك. خبرت جماعتنا ولا لا؟ خبرت بس دومرول، وهو رح يرتب لك كل شيء. لا تاكل هم هالقصة. اسمع مني وخلينا نفوت أنا وياك سوا لجوا مثل ما كنا نعمل أيام زمان، وإذا متنا هلأ منموت سوا، بس على الأقل هيك بكون شفت أولادي للمرة الأخيرة. قربان، بفهم شعورك، بس تأكد إنك حتشوف أولادك وما رح تكون هاي المرة الأخيرة. إذا بده يشوفني فحروح لعنده. انتو شو ناطرين؟ افتحوا لي الباب فورا. شو بده مني الريس؟
قال لي يا ريس. أنا مو جزائر، أنا أبوك. هزمات، بدي إياك تجي على البيت. تترك كل شي من إيدك وبتجي بأسرع وقت. ليش؟ شوفي بابا، شو الموضوع؟ هالقليل الأصل اللي اسمه سامي اتهم البيت يا أبني، وهلأ أخواتك رهائن عنده، فهمت؟ بابا أنت مستوعب شو عم تقول؟ إذا عم تمزح معي قلي إنه هاي مزحة. هذا اللي صار يا أبني، يعني معقول كون عم امزح معك بهيك قصة؟ المهم هلأ تعال بسرعة على البيت مثل ما قلت لك، ووعى تتصرف بشي من راسك بدون ما تخبرني فيه. حياة أخواتك بالنص، إذا صار لهم شي اتأكد إني ما راح سامحك طول العمر شو ما حاولت تعمل، فهمت؟ شو القصة؟ فهمني شو عم يقول. ثابت اجى عبيتنا وخطف اخواتي. شو؟ خلينا نروح فورا. فهمني شو عم يصير. الشباب فتشوني وقاموا بالواجب منيح. شيل ايدك عني، قلتلك فتشوني برا. هاي صار لي بدك إياه ثابت آغا، ليكني جيت. قول شو المطلوب مني؟ ليش مستعجل لهالدرجة جزائر؟ أعطينا فرصة نرحب فيك ونقوم بالواجب. خلي الشباب يروحوا وبعدين ساوي اللي بدك إياه ورجيني ترحيبك وقوم بالواجب على كيفك، بس بالأول خليهم يروحوا. اللي ما قدرت أوصل له بالقوة والأسلحة طول هالأيام، وصلت فضل هالشباب بسهولة. برأيك بتخلى عنهم؟ تمام، شو المطلوب؟ أملاك؟ ثروة؟ قول، بعطيك شو ما بدك، وهاد وعد مني لك. لا مو بس هو هي، لأني رح خليك تدوق من نفس الكاس اللي دوقتني إياه بالأول، وقبل ما أخلص عليك ناوي يقتلهم قدامك. اسمعني يا ثابت، الانتقام فن ولازم الواحد يتعلم القواعد والمبادئ الخاصة فيه، لأنه اللي ما بيعرف شلون يطبق قاعدة العين بالعين ممكن يعمى بأي لحظة. لهالسبب بنصحك تنتبه، وإلا حتخسر نظرك وتصير تشوف كل شي باللون الأسود. خلاص ولا حرف. انت اللي حرمتني من ابني، ها؟ ولا جاي عم تتزاكى وتحكي بكل بساطة عن الخسارة؟ خلينا نشوف، بس تكون محلي. رح تحكي عن قواعد الانتقام وتفكر بقلب أبيض وشفاف، ولا رح تنقهر ويجن جنونك وما رح ترتاح لحتى تاخذ بدارك، ها؟ على الأقل هيك بنصير متعادلين شوية يا جزائر ترك. النار اللي جواتي بدها دم ومي حتى تنطفي. بدي خليك تشوف الدنيا بقلب محروق مثلي مثلك. بدي أقتل مقابل ابني واحد منهم. أنا جاهز، قتلني أنا بداله لابنك. يلا جان بيرك سكوت، يلا أوس ورجيني مراجلك. جان بيرك، ثابت، هاي مو لعبة. اسمعني منيح، إذا بينأذى ضفر واحد منهم راسك بس ما رح يكفيني. كون متأكد إنه عيلتك كلها والناس يلي بتحبها رح يطلبوا الموت رحمة. فكر بعقلك شوي ووجه مسدسك علي أنا. يلا بعدين، مو بدك ياني ليكني، ورجيني مراجلك. وحاجة ولدني بقى، خليك شي مرة قد كلمتك والتزم فيها. ما فيك تخدعني. هلأ صار دورك. ما
بالأول رد على موبايلك أحسن. ثابت، عمل لك أحسن إنك ترد على موبايلك. استنى شوي لأعطيه لأختك. فهيمة ثابت، انت شو عملت؟ كم زلمة في عندك؟ اخي في كتير رجال هون، بس لا تقلق، ما حدا فات لعندي أو قرب على باب بيتي غير جوليندام خانو. جاوزت حدك كتير هالمرة ثابت، خلاص بكفي. بس يا أختي أنت ما بتعرفي عمال اللي أنا عم بقوله، إذا ما بتنهي هالقصة وبتجي بحياتي ما رح سامحك، فهمت؟ أختي فهيمة، وهلأ نصيحة لها، اسمع كلام أختك، اترك الشباب. ايه، وقول للرجال تبعك انهم يتركوا مفتاح الشاحنة اللي فيها المصاري. ما بيصير نترك له اياها بابا، هدول مصرياتنا، ليش لحتى نسمح له ياخذهم؟ ما لازم نقبل. انا ما بتهمني المصاري ولا جاية مشانهم، اللي بيهمني أن حياة عمتك، عم تفهم؟ رح يجي دون رول بعد شوي وياخدك ابني. لا تقولي شي لحد ابني. قلي شو صاير؟ ما في وقت أحكي لك شي ابني، انت بس وثقتي فيني، اسمعيني منيح امي. قلي اعملي اللي قلت لك اياه، بس اسمعيني سلفهيم، ما في حل تاني قدامنا لهالموضوع، لانه اذا ما نهينا هالحرب انا وياكي رح نخسر كثير، ورح يوصل الدم بيناتنا للركب، وحتى لو لمنا حالنا بعدين ما رح ينفع وقت الندم. فهيمه احكي مع اخوك قبل ما يفوت الاوان، لانه حياته بخطر، وحياة ابنه الوحيد اللي لساته عايش مرتبطة بقرارك. شو صاير هون؟ جزاير جوا هلا. وانتو شو عم تعملوا هون؟ اذا الزلمة جوا قلي شو عم تعملوا هون؟ هي اوامر الرئيس، لهيك روق. الرئيس قال ما حدا يتحرك ليطلع. شو عم تساوي انت؟ شو عم تساوي؟ جنيت يا ولد؟ كم مرة الواحد بده يقلك هاي مو خناقة عادية، هاي حرب يا ابني، وإذا قلنا استنوا لازم ننفذ الأمر، مو عكيفنا القصة. لا إله إلا الله. عزمات، أنا من دشي عصابي تلفاني، اهدى. خير رئيس؟ خير خير، لا تاكلوها، في عندي مشوار لازم اقضي مع ثابت آغا. شباب بخير، انتو استنوا خبر مني. ولا يهمك،
جزاير. ما في داعي تخاف علي قربان، أنا بخير. يلا. اوعك تفكر ان الموضوع انتهى هون. هو اكيد رح ينتهي بالاخير، بس مو قبل ما. خليك تدوق وجع الموت وعذاب الحرمان يا جزاير. بعتذر، بس هاللعبة انتهت يا ثابت، وهلا بعد حركتك الأخيرة صار فيني إلك كش ملك. ولو أنا كنت مكانك كنت سكرت على السيرة وسكتت. بدك اسكت على موت ابني يعني؟ لا، أنا بأكد لك إني رح ضل أسعى للانتقام طول ماني عم تنفس، وما رح أنسى مهما صار. بصراحة ذكرتني بمونتو كريستو هلا يا ثابت، بس في فرق صغير، لأنه هو بعد ما خسر كل شيء والكل هانوه وقللوا من قيمته وتركته خطيبته، طبعا كل هالشي صار فجأة وفوقه فات على السجن. بس بعدين بيصير غني وبيقرر ينتقم من الكل. بس بتعرف شو كان أقوى سلاح عنده بالانتقام واللي ساعده لياخد بيتارو؟ أكيد حتفكروا مثلك، تحصن بكل أنواع الأسلحة والرجال، بس هو كون صداقاته ومعارف، وبفضل رفقاته أخذ بيتارو وقدر ينتقم بالآخر. يلي بقصده بحديثي إنه طول ما أنت بهالعقلية هي وعم تحاول تنتقم مني ما رح تقدر، لأنه رفقاتي مثل رفقاته بالضبط. يعني بيكون أحسن إذا بتنسحب من أول الطريق. أزادة، الحمد لله على السلامة يا بنتي. تعالي لعندي يا حبيبة قلبي. هزمت، طمني تبني. تعالي يا روح. يخلي لي اياك. الحمد لله. بابا شو عم يصير هون؟ وين كنت يا أخي؟ خوفتنا عليك كتير. تعال ابني. شو في بابا؟ يا ريت كنتي وشفتي ميلتم كيف كانت قلب الخزانة عليها ومزبطة حالة. تقولي رايحة على حفلة مو على مزرعة. راحت علي هالشوفة، يا ريت لو طلعت معكم لهنيك. يسلموا ايديك. شكرا. ريقي نشفان، منيح اجى الشاي بوقته. صحة وهنا. سونا ستك ما طلعت من غرفتها لهلا، يا ريت تروحي وتطمني عليها. بركي نامت بكير. طيب يلا رح شوفها. ما في داعي، ست جولين دام مالها بالبيت الا شوي طالعة لبرا. معقول؟ لوين بدها تكون راحت يعني بلا ما تخبر حدا؟ ما بعرف، بس هي وطالعة خبرتني انه عندها شغل ضروري وكانت مستعجلة شوي. اكيد بدها تكون هربت. الحرب يا ثابت إلى آدابها مثل ما إلى قواعدها. ما بصير حدا يقرب عن النسوان والولاد أو يأذيهم. يلي عملته اليوم خلى راسنا يصير بالأرض. الخانم إجت لهون ومع جيش من رجال، بس تركتهم برا وفاتت لحالها على البيت لأنها بتفهم بالأصول والأدب. طلع فيني ثابت، طلع بعيوني، لا توطي راسك هيك. هلأ معقول يا أخي ناخد دروس بالشرف والأصول من أعدائنا؟ معقول نحن هيك تربينا؟ هادي اللي ربانا عليه أبوك وربانا عليه جدك؟ أختي
هذا الزلم اللي قتله لابني؟ يعني ما فهمت أنا بشو غلطت؟ بس ابنك بيكون ابن أخي كمان. إيه؟ شو هو انقتل لما كان بالحديقة عم يسأل ورود؟ ولا انقتل وهو نايم ما إله علاقة بشي؟ ولا تقوص بظهره وما تغدر لما يتربى ابنك والسلاح بإيده؟ وقتها لازم تعرف إنه هيك النهاية. أبي كان يقلنا هذا الشي. ما بتتذكر؟ قلي مين اللي حط السلاح بإيد ابنك ثابت؟ جزاير تورك مو؟ ولا هداك الزلمة اللي هجمت على بيته وأسرت ولاده وعملته رهائن؟ ها؟ قلي مين؟